بسم الله الرحمن الرحيم. اخر جزء معانا في الدرس ده بيقول لك احسب الار الكليه بين الاي والبي بطريقه التماثل، علما بان كل مقاومه 5 اوم. طبعا الطريقه بتاعه التماثل دي مش عليك، ودي مساله يعني استحاله تجيلك في الامتحان. المهم الطريقه دي باختصار ان انت هتبص هنا تلاقيهم كلهم المقاومات ار ار ار. المهم يعني في الطريقة دي هتاخد الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده، وده طول سيبك من الفكرة، يعني كده كده مش هتجيلك في الامتحان، مش هنضيع وقت فيه. ده الجزء اللي فوق، والجزء اللي تحت زي اللي فوق ده. المقاومة الكلية تبقى الفرع ده على التوازي مع الفرع ده على التوازي مع الفرع ده. الفرع ده R و R 2 R 2 R زائد R على التوازي مع 2 R اللي هي R في 2 R على 3 R. ده هيطلع معاك كام؟ 2 R زائد 2 R على 3 2 على 3 R هيساوي 2 اللي هي 6 على 3 6 على 3 و 2 على 3 8 على 3 R، وده كذلك 8 على 3 R وده ب 2 R. بعد كده نجيب المقاومة المكافئة لدول 8 على 3 R و 8 على 3 R نجيبهم على طول، هنقسم على الاتنين يبقى 8 على 6، يبقى المقاومة الكلية R total بتساوي 8 على 6 على التوازي مع 2 R بيساوي 8 على 6 في 2 R تربيع، 8 على 6 زائد 2 R، التربيع هتروح مع ال R. نعملها بالآلة الحاسبة، على 2 فيها 1 على 2 فيها 3 بفوت 8 على 3 تحت 8 على 6 زائد 2 12 على 6 و 8 على 6 20 على 6 يطلع 4 على 5 R. ال R قايل لك هنا ان هي ب 5 اوم، وبالتالي عندك 4 على 5 في 5 يديك 4 اوم. سيبك من ال، مش عارف المسائل دي لازمتها ايه، يعني انا عمري ما شفت، يعني هديك فكره كده، قعدت 4 سنين في هندسه قسم كهرباء في جامعه اسكندريه وعمري ما شفت حاجه شبه كده. ايه لازمتها يعني مساله زي دي؟ مش عارف. المهم 97 بيقول لك احسب المقاومه الكليه بين الاي والبي في الشكل المرئي، ودي برضو يعني هي سهله بس ايه لازمتها ما تعرفش. بين الاي والبي هتبدا من فوق خالص، ما بين النقطه دي والنقطه دي 3 و3 6 6 على التوازي مع 3 هيديك 2، وبالتالي ما بين النقطه دي والنقطه دي تشيل ده وتشيل ده وتشيل ده وتحط 2 او. بعد كده هتلاقي 3 و2 و3 8 على التوازي مع 8 دي هيدوك 4، تبتدي تشيل ده وتشيل ده اللي هي الاثنين دي وتشيل ده وتشيل ده وتشيل ده وتحط هنا 8 على التوازي مع 8 ب 4 قصدي 4 اوم. يبقى تاني عملنا ايه؟ 3 و3 6 على التوازي مع 3 هيديك 2، بعد كده الاثنين دي والثلاثة والثلاثة هيدوك 8 على التوازي مع 8 هيدوك 4، بعد كده 5 و4 9 9 و6 9 و6 15، يبقى ده زائد ده زائد ده 15، 15 على التوازي مع ال 15 دي هيديك 7.5، وبالتالي هتشيل ده وتشيل اللي فوق كله وتشيل ده وتشيل ده وتشيل ده وتشيل ده وتحط 7.5، 7.5 و7.5 و9، 15 و9 24، وهنا 24 هيديك 12،
تشيل ده وده كله وده وده وتحط 12. 12 وواحد ونص واحد ونص 3 يبقى 15، يبقى ده وده وده 15 على التوازي مع 7. 1 2 3 4 5 7 ودولت 5، يبقى 7 × 5 = 35، يبقى هنا 35 وفوق قلنا كام؟ 15. 15 على التوازي مع 35 ده يساوي 10.5. نيجي بعد كده السؤال ده، في الدالة موضحة بالشكل احسب المقاومة المكافأة، عندك ده ايه وده بي. هتبص تلاقي ان المقاومة دي والمقاومة دي ما بين نفس النقطتين على التوازي، ار على التوازي مع الار بار على الاتنين. هنا نفس الكلام، ار على الاتنين. تعالى نعيد رسم الدالة. المهم ادي الايه، تيجي كده ار ودي كده ار، بعد كده دي كلها نقطة واحدة، دي كلها نقطة واحدة، سمي دي بي، اي وبي، سمي دي سي مثلا، ادي نقطة السي، وسمي دي دي، ودي نقطة الدي. هتبص تلاقي ما بين الدي والسي في المقاومة ار، بعد كده هتنزل الاتنين دول على التوازي مع بعض، سمي دي اي بي سي دي اي اف. بعد كده ما بين الدي والاي ار على الاتنين، ما بين السي والاف ار على الاتنين. بعد كده ما بين الاي والاف في ار، بعد كده ما بين الاي والبي في ار، وما بين الاف والبي في ار. بس كده ادي الدايره بتاعتك. بعد كده هتلاقي ان الدايره دي عباره عن ايه، لو انت فاكر كده، فاكر الدايره اللي احنا كنا الحاله دي، قلنا لو المقاومه دي على دي بتساوي المقاومه دي على دي، فرق الجهد هنا هيبقى بصفر، وبالتالي المقاومه دي هتتلغي ونحط مكانها سلك. نفس الفكره، تلاقي ان ار على ار على الاثنين، ار على ار على الاثنين، وبالتالي المقاومة دي هتتلغي، نحط مكانها سلك. نفس الفكرة ما بين دي ودي، ار على الاتنين على الار، ار على الاتنين على الار، المقاومة دي هتتلغي ونحط مكانها سلك. بعد كده هتلاقي ده سلك، وبالتالي دي نفس النقطة، وده سلك دي نفس النقطة. هتلاقي ان المقاومة دي ودي على ايه، على التوازي ما بين نفس النقطتين، ار على التوازي مع الار هيديك ار على الاتنين. وهنا ده سلك وده سلك، يبقى المقاومة دي توازي مع دي، ار على الاتنين على التوازي مع الار على الاتنين، فيها ار على الاربعة اللي هي ار على الاتنين على الاتنين، ار على التوازي مع الار هيديك ار على الاتنين. ده الايه وده البي، وبالتالي عندك هنا المقاومة الكلية تبقى ار على الاتنين زائد ار على الاربعة زائد ار على الاتنين. نوحد المقامات او نص ونص بواحد، واحد وربع، واحد وربع اللي هي 5/4. رقم 99 دي برضو مش محل امتحان. يعني المقاومات المتصلة بالشكل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، كل منها R، احسب المقاومة المكافأة الكلية. طبعا دي هنحسبها بطريقة اللي هي في الرياضيات اسمها ايه، والله ما فاكر اسمها ايه. المهم في طريقة في الرياضيات بنحسب بيها الحاجات دي، بس الطريقة مش فاكرها، حاجة زي الاستنتاج كده. المهم احنا هناخد جزء من
الدايرة بتاعتنا احنا بنحسب المقاومة المائية نهائية، هناخد جزء بس كده ماشي، ونجيب المقاومة دي، وعلى أساس الجزء ده هنقدر نحدد المقاومة هتبقى قد ايه. طبعا ده ايه وكأن دي بي. فانت عندك دلوقتي ده ار ده ار ده ار ده ار ده ار ده ار ده ار، المقاومة الكلية تبقى عبارة عن ايه؟ ار توتال بتساوي ار زائد الاتنين دول توازي مع بعض ار على الاتنين، الاتنين دول توازي مع بعض ار على الاتنين، وار على الاتنين توالي مع الار هيبقى واحد ونص ار، ودول توالي مع بعض هيديك واحد ونص. بعد كده الواحد ونص ار دي والواحد ونص ار دي توازي مع بعض هيديك ايه؟ واحد ونص على الاتنين ار، هيطلع معاك بيساوي ار زائد واحد ونص على الاتنين اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن تلاتة على الأربعة، تلاتة على الأربعة، تلاتة على الأربعة آر، اللي هي عبارة عن إيه؟ آر زائد نص آر زائد ربع آر. لو أنت خدت، لو أنت كملت دي عشان أفهمها لك يعني، لو أنت خدت بس الجزء ده بلاش نكمل، ناخد بس الجزء ده ونقارنه بالجزء ده. احنا خدنا ده وده بس ما كملناش، هي نفس الايه، نفس الفكره. انت بتاخد هنا مقاومه لوحدها، بعد كده مقاومتين، بعد كده كل مقاومه بتقسمها لاثنين، كل مقاومه بتقسمها لاثنين، وهكذا يعني نفس الحته دي وبتتكرر. فاحنا هنا عايزين نستنتج الطريقه العامه، دي ار ودي ار ودي ار، كانت هتطلع معاك هنا ايه؟ سمي دي اتنين او دي تلاته، دي اتنين ار تي اتنين بتساوي كام؟ بتساوي ار زائد ار على التوازي مع الار بار على الاتنين. لو انت خدت دي لوحدها بس دي ار تي واحد هتساوي ايه؟ هتساوي ار. هتلاحظ هنا ايه؟ ار تي واحد بتساوي ار، ار تي اتنين بتساوي ار زائد ار على الاتنين، ار تي تلاتة بتساوي ار زائد نص ار اللي هي ار على الاتنين زائد ربع ار. فانت هنا ار تي ان هتساوي ايه بقى؟ ار تي ان هتساوي، عاوزين بقى القانون العام، او ار تي ما لا نهايه، ار تي ما لا نهايه بتساوي ايه؟ او خليها ان الاول وبعد كده نجيبها ما لا نهايه. ار تي ان بتساوي ايه؟ بتساوي ار زائد ار على الاتنين زائد حيث الان ده، احنا هنا ار تي واحد بتساوي ار، ار تي اتنين بتساوي ار زائد ار على الاتنين، ار تي تلاته بتساوي ار زائد نص ار زائد ربع ار. فانت هنا ار زائد ار على الاتنين زائد ار على الاربعة زائد كل مرة بتعمل ايه؟ بتضيف ترم، هتبقى ار على اتنين اربعة، هنا كان واحد اتنين اربعة هتبقى تمانية، زائد زائد الخ. طيب طبعا دول كلهم ار زائد ار على الاتنين زائد ار على الاربعة زائد ار على التمانية الى اخره، دول كل دول اقل من الايه؟ يعني ده كان لوحده بار، كده واحد ونص ار، كده واحد وخمسة وسبعين من مية ار، كده المهم بتقرب الرقم بتاعك بيقرب من الاتنين. فانت عندك هنا ار لما الان دي تقول الى لا نهاية، يبقى انت هنا عندك عدد لا نهائي من المقاومات هتساوي كام؟ هتساوي اتنين. اتمنى انت تكون فهمت الفكره يعني. طيب الترمات دي جبتها ازاي؟ انت هنا ار لوحدها لما تضيف عليها دي بس هتبقى ار، الاتنين دول مع بعض على التوازي بيدوك كام؟ بيدوك ار على الاتنين، ار زائد ار على الاتنين، دول اربع مقاومات على التوازي. هو هتقول لي مش بس هما مش على التوازي، ما هما مش على التوازي بس انا يعني الفكرة ان هي بيطلع لك شبه اللي هم على التوازي يعني. فانت عندك الاربع مقاومات دول كأنهم، احنا ما بنقولش انهم على التوازي، احنا بنجيب القانون العام يعني، فدول بقوا اربعة يبقى ار على الاربعة، دول بقوا تمانية ار على التمانية هيبقوا
كل واحدة من دول هتتفرع على 2، 8 هيبقوا 16، تبقى قرعة على 16، وانت ماشي كده قرعة على ال 32، قرعة على ال 64، قرعة إلى آخره. فانت هنا هتلاقي ان كل ما عدد المقاومات او عدد الافرع اللي انت بتاخدها بتزيد، كل ما ايه، كل ما القيمة بتاعت المقاومة الكلية بتقرب من الاتنين، وبالتالي عندك هنا تبقى ال R كلها ب 2 R. رقم 100، الدائرة موضحة بالشكل، احسب مقدار المقاومة R بداية ال R1 و R2 التي تجعل قراءة الفولتميتر الموضح تنعدم، علما بأن R1 أكبر من R2. طبعا دي في البداية كده 2 R على التوازي مع 2 R بـ R، و R زي ما هي 2 R على التوازي مع 2 R بـ R، والأرض زي ما هي. بعد كده 2 R على التوازي مع 2 R بـ R، يبقى كل دول هتشيلهم وتحط مكانهم R، اتنين اي اي ار واحد ار اتنين، وده الفي. بقول لك هنا عايزين ايه؟ عايزين قراءة الفولتميتر اللي هو الفي تنعدم، علما بأن الار واحد أكبر من ار اتنين. طيب نحل دي ازاي؟ عادي، سالب موجب سالب موجب، فانت هتجيب الاي اللي ماشي في الدايرة، الاي بيساوي ايه؟ اتنين اي و اي تلاتة اي على ار زائد ار واحد زائد ار اتنين. بعد كده الفي بيساوي ايه؟ الفي ده طبعا البطاريتين هنا بي ايه بيفرجوا، وبالتالي الفي بتساوي الاي ناقص التيار اللي ماشي اللي هو ده اللي هو تلاتة اي على ار زائد ار واحد زائد ار اتنين في الار واحد. ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. احنا عايزين ننعدم، هتاخد الاي عامل مشترك من الاتنين دول، هتاخد عامل مشترك وتقسم عليها هيديك ايه؟ هتروح. انت فاهم انا عملت ايه؟ خد الاي عامل مشترك اهي، الاي عامل مشترك هيتفضل هنا واحد ناقص تلاتة ار واحد على ار زائد ار واحد زائد ار اتنين بيساوي صفر. تقسم على، هتقسم الصفر على الاي فده هيروح هيديك صفر. بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده عاوزين نجيب بقى، تعال نكتبها هنا ونكملها هنا، واحد ناقص تلاتة ار واحد على ار زائد ار واحد زائد ار اتنين بيساوي صفر. بسيط، هنجيب ده في الطرف التاني، هيطلع معاك هنا واحد بيساوي تلاتة ار واحد على ار زائد ار واحد زائد ار اتنين، طرفين في وسطين، ار زائد ار واحد زائد ار اتنين بتساوي تلاتة ار واحد. تجيب الار في طرف لوحدها، تلاتة ار واحد ناقص ار واحد باتنين ار واحد، والار اتنين هتيجي بالسالب. بس كده ان شاء الله في الفيديو الجاي هندخل في قانون كيرشوف، ندخل الاول على بنك الاسئلة وبعد كده نكمل مسائل التدريبات. توفيق، السلام عليكم.